يا اخوي انت بعد ما درت متابعين ولا يحبوك ويتابعوك راح تسكرت القناة. اذا حبيت اليوم فهمهم واش هو السبب اللي خلاك تسكر القناة. دوكم فهمك يا اخو. كيما تعرف انت كيجي واحد جديد على بالك بلي ما يقدرش عنده الوقت باش يدير ولي فيديو ويحط. معليش انا كنت ندير البوسيبل تاعي، تعلمت من عندك الى تشفان، تعلمتني قلت لي دير هكذا ودير هكذا، طلع لابليكاسيون واستنى ونمونطي ونديروا لي فيديو يا اخو. في الاخر تاعها في كومونتير انا بابا يشوف معايا فيديو طيحوا الباب والدنيا يا اخو. كش ما بقى فيديو هكذا يا اخو، فاهم؟ صافي، الحاجة اللي ديرهم جاتك أنهم يطيحوا الباباك. ايوه كاين واحد يا اخو ما باليش ما نعرفوش كاع، يا ما نعرفوش كاع، نحكي على فنزويلا. بعت لي قال لي يا اخو كي حكيت على الفيزا تاع فنزويلا، قلت كاينه مرات تما تعاون دنيا تما هذيك المرأة ماشي حتعطيك بصح تهضر مليح تقدر تعاونك باش تجيب الفيزا، فاهم؟ اخوي بعثوا لي واحد، يبعث لي بريف يقول لي يا تجيب لي فيزا يا نبعث لك كوكايين على اسمك الدنيا ما تقعدش يا فاهم. فايس يا اخو ما يصرفش كاع، عيب اللي يهضر واحد الهضره. المهم وزيد انا بزياده كاع طيح يا اخو، انا بابا يدخل يقرا لي ميساج طيح لي يا فاهم، طيح الباب ادخل وليدي كدام. انا نكذب عليكم يا اخو، هنا انت تعرفني كيفاش جيت والناس كاع يعرفوني كيفاش جيت، صح صح فاهم؟ هذه السبه تاعي اللي غلطت القناه يا اخو. والله هي صح من هذه الناحية. شوف، كاين عباد لا غالب يا خويا، كان هذه هي الدنيا، كاين عباد ملاح كاين عباد عيانين، وديما العيانين يحسدوا على الملاح. حتى يسمح يا اخو. شوف كاين عباد ما نكذبش عليك والله العظيم، من القناة قسما بالله غير بعثوا لي دراهم زوجت بيهم والله، من القناة ما نعرفهمش، تدعي لي عجبتنا عطينا الكونت تاعك وستريميو ولا يبعثوا لي ولا عطينا الاخر يا اخو عجبتنا نعاونوك يا اخو يعجب والله. تما فيها الايجابيات والسلبيات تقدر فيها تحكم. هي. شوف سيدي علي، انا شوف انا ما حبيتكش كي سكرت القناه. لا، هذيك القناه كانت راح تعاونك سيدي علي، تبيك بالبدايه ماكش فاهم لها، كانت راح تعاونك. معناتها صح تعاون الناس، فاهم، تعاون الناس وتمد لهم جديد، تمد لهم اخبار تاع البرازيل وكذا. وكاين على هذه الدنيا هذه، كاين ناس تستاهل كاين ناس ما تستاهلش. انت تخير الناس برك اللي يستاهلوا، هم عندك انت اللي تتحكم فيهم. هذوك اللي يطيحوا والله ربي يسهل، طيح على روحك، ما عندك ما راح تنقص في انا. هي صح المشكل كي باباك معناتها حاضر في القناة، هذيك اللي تقلقك شوية. ميكو ما درتش عليهم انت، كون هذيك القناة تكون خليتها الوقت هذاك، وراي كيما يقول لك هاي تعاون حاجة خفيفة، تعطيك حاجة خفيفة تعاونك مع انت جديد في الغربة، لسه جديد يا فتح يا رزاق. الحاجة اللي جات من هذه القناة هذيك هي ولا هذا غير حكيت. عندك انا صح ندمت كي غلقتها، ما نقولكش يا اخو ندمت، باسكو على القناه هذيك في شهر كانت وصلت واحد 3000 متابع في شهر، مين با شهر اكثر. في شهر هذيك احنا جبنا واحد العامين باش لحقنا ال1000 عامين. احنا انت القناة تاعك تمتم، الله يبارك الله يبارك، تمتم طلعت. وعلى بالك كون خليتها سيدي علي، كون خليتها كان بعيد يا سيدي علي. خليني نحكي لك حاجة، سرات. الفيديو اللي درته مع محمود، شخصي محمود تحب شخصي شخصي، الفيديو تاعي وصل حتى 900 ألف عفساك وخلاه كان راح يوصل لمليون، أتفهم؟ نحو نحاه نقول لك علاش نحاه، نحاه قال لي باسكو اليوتيوب ديما داوني نحيه ولا ما فهمت كيفاش، ما فهمتوش مليح على بالي، ما فهمتش ولا ما فهمت. المهم أنا على بالي بلي الفيديو اللي درته معاك نجح، درت معاك جح واحد فيديو جح نجح. عشان جح كيما اللي درتو مع تاع محمود نجح، كيما اللي درتو مع تاع هذاك تاع فردوس ما نعرفش اسمه جليل ولا نجح، فايس درتو معاه نجح صح ثاني، صح اتفاهم؟ انا درت 3 لي فيديو اللي دار معاه الحمد لله نجحوا، اتفاهم؟ في هذه. شوف في هذه راك درت متابعين، انت درت متابعين، القناه تاعك راح تطلع. وش صح هو درت ندمت غلطه؟ غلطه درتها، رحت سرعت سكرت القناه. مي انا يا خويا تحب ارجع فاهم. وقناه كيفاش سكرت انت؟ ما على باليش نورمالمون هي تحبسها مؤقته برك، ماشي تمحيها كامل. ما نحيتهاش انايا، انا نحيت الايميل راحت مع الايميل. اي 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 رحت مع الايميل. صح نقدر نجيبوا الايميل، انا شافي عليه ماشي بروبليم. خلاص جيبه، باش اذا قدرت ترجع هذيك القناة ترجعها يا اخويا سلام، رجعها ودير محتوى شباب، يعني وري لهم
المدينه اللي راك عايش فيها تما، وري لهم وش مليح وش مليح، وتعطيهم حاسب التجربه نتاعك هنا في البرازيل. فاهم راك مادام عشت هنا شحال عام والله ما على بالي شحال، تكون عندك يعني اعطي لهم التجربه نتاعك. اما هذوك العباد انا نوصيك فيهم تاع هذاك. شوف ماشي هما كاين عباد بزاف يتوسوا وشكون اللي يروحوا بعيد يعني يتوسوا صح، هذه هي دوك هذوك العباد اللي يحبوا توري لهم. اما هذاك اللي يقول لك نجيك تما فاهم ونجي جايز عليك ونعقب عليك، هذاك غير ما تهضرش معاه. انا نقول هذا اخوك انا مش قادر انا نقلش على العباد والله. انا جربت فاهم، جربت يا اخي لقيت فيها تعب تاع راس تعب. اسمح لي نحكي لك حاجه صارت لي مؤخرا يا اخو، ما عندهاش 15 يوم. كاين واحد لا تعرفه، واحد اسمه يزيد من ساو باولو، لا تعرفه ما باليش دوك انت، لا تعرفه. اسمه يزيد من ساو باولو، عنده 10 سنين وهو هنا، يعرف محمد يعرف، وما دام القدم يتعرفوا بيناتهم فاهم. كل قدم يعرفوه يا اخو كاين واحد جا، وهذا الواحد ماشي براني ولي طالجي والدنيا بون، هو جاب لي حوايج فاهم، انا جاب لي حوايج مع الدار والدنيا، وصلوا كثر خير وعطاهم لي. شوف خلينا سمانه عند دار يزيد، كالي شارب ماكل، والبروبليم هذا صاحبي فاهم هذا انتك معايا بزاف، اسمع واش قال لي. ايا ماكل كالي شارب الحمد لله، ومن بعد هو ديسيدي يروح لوروغواي، ومن بعد ما استقتلوش في لوروغواي عاودوا للجزائر تتفاصل فاهم، خلينا قلنا له ما تراكش يا اخو. واش خلاني درت زعما كيما اليوم على بالو بلي غدوه ورايح فاهم، قال لي روح كري لي الدار يا اخو، كريتها له من بعد ما جاش على بالو بلي ورايح فاهم، على بالو بلي ورايح هكذاك، وخلاني كريت له الدار يا اخو. علاه جا هاد العفسه باذن الله ما نزيدش نعاون. شفت كيف؟ شوف انا ثاني جربت انا شحال من واحد ماشي غير جزائريين فاهم، حتى تونسيين مغاربه فاهم، احنا كاع ما احنا ما عندناش العقليه الجزائري هذاك ولا المغربي وبرا ياك على بالك في الغربه كامل كيف كيف. يرحم باباك يعيط لك واحد يقول لك انا جايز عليك، قال لك باري اكزومبل انا في ماناوس يقول لي هاك جايز، نقول له انا مرحبا، وهو يعود ورايح لساو باولو ولا سانتا كاتارينا ولا مانيش عارف البلاصه اللي راح ليها، يوصل لك هنا يقول لك ما عنديش صوار. وش راح دير له يرحم باباك؟ شحال بيته يوم سمانه وش راح تزيد تشري له البي؟ قداش؟ هيك عارف هيك على بالك انت من 1000 ريال والفوق. على بالي ايش كاين؟ ايه تزيد تشري له البي ويقعد يخزر فيك هكذا وما عنديش ويقعد يخزر فيك، وش راح دير له يرحم باباك؟ خلاص اذا بوك انا حلفت هذا اللي يجوا يقول لي داخل هنا يا اخي ما نهز على حتى واحد الا اذا لقيته في الطريق نعاونه بالشيء اللي نقدر عليه. بصح باش واحد يقول لي يعني داخل نقول له ارواح واني نستناك وكذا وكذا، هذيك طاعتها. واللي حب يقول سيموا ويتقلش والله ويتقوعر والله ما بديش غير خليه، خاطرش انا سيد جربت بزاف عباد والله غير حصلت معاه صراحه. انا الحمد لله انا وين نقولها نقولهم سيمو ولي بيتري يا اخو ما نكرش يا يا ماشي كيف كيف. بكا واحد يجي قلت لك راه واحد يخسر على واحد، افهم هذه الكلمه، واحد يخسر على واحد ماشي كامل يجوا كيف كيف، بصح الله غالب واحد يخسر على واحد. دوك انت يجيك واحد قلت لك ما عنده والو دوره ما عندوش، يوصل لك انا دوره ما عندوش ويقعد يشوف فيه، وش راح دير له يا حمد الله؟ كاش ايه تعاونوا بالشيء اللي تقدر عليه، صح ماشي تشري ب 1000 ريال ما على باليش تشري له ب 1000 ريال وزيد منا على شهر تشري له على شهر ولازم يريح ثاني الشهر هذيك لازم يريحها فاهم، وما جاتش كون تجي في واحد والله زوج سيد علي عادي كان حتى اشكال فاهم. الالاف المشكله كل 15 يوم 10 ايام يعيط لك واحد يقول لك انا داخل، بصح علي منهم يدخلوا هذوما على فنزويلا، يدخلوا على فنزويلا. بوكا انا كاين واحد جزائري الاخر اللي دخل هنايا وتلاقيت به قال لي باللي على من على 10 ايام راح يسكروه، خاطرش هدروها له ثم راح يسكروه على تاع فنزويلا، شغل يدخلوا بزاف تاع فنزويلا ويدخلوا البرازيل. يسكروا الحدود سمعت بها هذه سمعت بها انت، هذا قالها لي قال لي 10 ايام يسكروه صح، حتى الجزائريين اللي راهم جايين وكذا وكذا تقدر تقول لهم باللي راح يسكروها على فنزويلا.
انا ما شو الخبر مش مؤكد، ما حبيتش ان اكان شوف قلنا الحدود، علاش اللي. هي الحدود كيفاش عاملين؟ هي شوف، هي تقدر تدخل، صح، تدخل على امازون، ريسكيها ريسكي، الامازون هل النهر هذا كل ريسك؟ ريسكي ريسكي. لا نعرف واحد مغربي، انا احكي لك الحكايه هذه خارجه، عندها واحد 10 ايام عيط لي قال لي اني رايح لهذيك غويانا الفرنسيه. اخوي هذه اللي نحب نعرف معلومات، اذا انت عندك معلومات مو انا احكي لي بطريقه صحيحه، ما على باليش وين راهي. دو فاسون هذا المغربي ما يكذبش، انا نعرفه، عندي ملي دخلت لهنايا نعرف. يا ها خويا راح لغويانا الفرنسيه، قال لي من الحدود، وصلت للحدود ماكابا، بون قال لي كان في بلاصه اسمها ماكابا، حكمت البيس في الحدود. كي وصلت الحدود قال لي دوكا، قال لي بكري كانت غير يجوزو غير فلايك، قال لي دوكا دار واحد تينال هكذا تقدر تجوز تحته، فاهم، واحد القالب. قال لي وصلت عطوني اللوجو، قال لي يعطوني 300 اورو في الشهر، قال لي اني ساكن تما في السونتر بايت، قال لي والكوارث، قال لي يعطوا لك مع الاول هكذا بروتوكول ومن بعد اقامه مع الاول. وكان ما بيش له، قال لي مليحه الدنيا، قال لي خير من البرازيل، وعاش في برازيليا 6 سنين. فانا ما على باليش اذا عندك انت معلومات عليها كما هو يحكي ولا. شوف غويانا فرنسيس هذه مليحه لمن انا كانوا عندي اصحابي سوار هنا هم تما سوريين هنا بلاك حقد به صقر هذا بلاك حقد به جيت هنا واحد ها رقيق هذاك هو صقر ها ها تما او تما وكاين واحد ثاني فاميلتو كان هنا ثاني نعرفه او تما هذوك تاع غويانا فرنسيس يمدوا لهم اللجوء ويعطوا لهم حقهم كما راك تقول وكذا مي المشكل للسوريين برك ولا الفلسطينيين البلدان هذو اللي فيهم حرب اما قال لك المغاربه والجزائريين وهذو توعنا هذو غير ما يروحوش تما ما مش راح يديروا الحوار يروح يعيش تما عايش على روحك فاهم وتما ماشي بلاد قال فور والله فاهم هما على جال الحوار برك على جال جاء الاقامه على تما بالي، ما كان والو، كان غلط فاهم سيدي علي صافي احنا على بالي الجزائريين والو. ولا المغاربه ولا التونسيين يكذب عليك ما تساعدهمش غويانا الفرنسية هذه ما تساعدهمش تساعد السوريين وين يروح تما يعطوه الإقامة ومن بعد يقدر يروح لفرنسا بها يا اخو كان احد واحد اخر نسيك على في الجنسية، كيف في الوقت باش تدفع الجنسية هنا في البرازيل، ها لازم مرتك تسينين ولا لا؟ لا ايه تسنين لك مرة انت راح ديرها عن طريق زواج لازم تسيني لك. في البداية كي تكون راح تدفع مرتك تسنين لك اما النهار اللي تكون راح يمدوها كي تكون راح تدفع ياك، ماشي كي تروح راح تديها، كي تكون راح نو تدفع. كي تعود راح تديها ما تكونش على بالها هي عيطوا لك انت ما على هي ما تكونش على بالها كامل ما غير كي تكون راح تدفع ياك. ايوه كي تكون راح تدفع يمدوا لها عادي سيمون سقسيك، تلاق تلاق تلاق، ينحي الإقامة ولا صديقه؟ اذا لحقتك هي انها تنحيها لك تقدر تنحيها لك إلا ما كاتبك ما ينحوها لكش، صح، إلا كاتبك ينحوها لك. هي اذا شكات بيك ينحوها لك اذا مش كاتش بيك ما يحوسوش عليك أخو كي تكون زعما دار على اسمك هنا في البرازيل، تقدر هاي تدفع بالإقامة تاع الدار، تقدر تدفع بالجنسية ولا ما تقدر؟ نو سيدي ليه ما انت الجنسية هذه الجنسية كي راح زعما ديرها انت متزوج تقدر تدفع عادي ولا انت ما حاب ديرها مش عن طريق الزواج لا، انا مزوج، انا عندي حتى الاقامه الدائمه عندي. هي خلاص وعلاش تحوس على الجنسية؟ لا انا نسحق الجنسيه، شكون اللي ما يسحقش لا الجنسيه سيم؟ قصدي علاش تحوس ديرها عن طريق الدار؟ لا، حبيت نعرف بركي لا عن طريق الدار تلخص ولا نفس البروتوكس، ولا ما نفس البروتوكس هي أحسن حاجة أحسن حاجة الجنسية ديرها عن طريق الزواج زواج يا. أفهم دار زعما راك شغل مقيم هنا في البرازيل أفهم اخو نسقسيك حاجة، عيط لعالي غير كيما في المغرب في الدنيا، راح ياك عالي كون عادي عالي صاحبك بنوادر، عادي عادل عادل يا راح اخوك، راح في عالي المغرب عادل. في المغرب في المغرب قال لي اخو سقسيتو على هذيك كيفاش هذيك نجيب الشهادة تاع القراية، دوك نفهمك سامي، انا رحت للسكرتارية دي دوكاسو، تفهم فيا، سكرتارية دي دوكاسو،
وزارة التعليم هنايا بعتوني قريت واحد المسيد 6 شهور، كي خلصوا 6 شهور جوزت شهادة، جوزت اكزامة ربحته جبت 8 على 10، اعطوني ديكلاراسيون كتبوا لي فيها باللي هذا يا وليد فلان فلان قرا عندنا وممتاز في البرتغاليه، هذه فالي هذه تقدر تكتب فيها في الدوسي تاع الجنسيه. بس وين درتها انت؟ تاع الدولة درتها؟ تاع الدولة قرروا تاع الدولة، تاع الدولة، تاع البريفيتورا. وقيل تقدر تدفع بها والله بتاع وقيل تاع الجامعة ايش والله قاري تم عندها. انا قريت فادية هذه سينو ميديو، دوك انا ما باليش الا صح، انت وش دير؟ لازم تشوف تاع الفيدرال، تدخل الموقع تاع الفيدرال، دير وش هو الوثائق اللي مطلوبين في الاخر هم يقولوا له، وعادل هذا اللي قالها لك عادل، اذا قال لك عادل هذه ما يقبلوها لكش ما يقبلوها لكش. هي فهمت داك؟ المشكل. هو قال لي جيبها لنا نشوفوها، قال لي ولا ماشي هي نفهمك وين تروح، هي مليحه تروح عندهم ديراكتين. مليحه شوف تروح عندهم خطرش عليها بكره عادل، هو هنا في مناوس، ده في مناوس هنا، وانت راك في جهه اخرى، يقدروا ماشي كيف كيف عندهم ماشي كيف كيف. هي ما كانش قلت لك تروح عندهم، تروح عندهم والله تشوف الموقع تاعهم. هكذا اسكو هذه الشهادة مستعرف بها ولا لا؟ لا هي مش الشهادة كاملة اللي استعرفوا بها. ما تكون تاع البريفيتورا او تاع وزارة التعليم ماشي مستعرفين بها، مستعرفين يا اخو وزارة التعليم تاعهم تاع الدولة، ليه الدولة في دولة. هي ماما مو استعرفوا بها يا اخويا؟ انت زيد شوف، زيد تاكد، فاهم؟ زيد تاكد عندها. علاش انا حايب نتاكد دوكا، مانيش حايب نخلي حتى يوصل الوقت ومن بعد زيد تقرا 6 شهور لا تروح لا طويله. ولا لا لا كما يقول لك، من بكره تاكد، اذا قبلوها لك ما قبلوها لكش تضحك. عندكم في مانوس كي تدفع تدفع الإقامة، إقامة دائمة مو زواج، شحال تقعد عندك باش تخرج؟ مايسو مينوس. عن طريق زواج آه. تقعد لك 3 شهور. تخرج. 3 شهور تخرج. هنا ديفيرو، هنا عباك شحال خرجت لي؟ 5 أيام. قول والله والله. حاب نوري لك نوري. والله مليحة 5 أيام ما مليحة. كح هنا نعرف الآخرين هذو 3 شهور باش يعطوها. نحكي لك حاجة، عيط البوليسية في ديران، غير كيما عيط له سقسي على حاجة هكذا، على هذاك الجزائري اللي دار معايا لهذا، بغيت نخرج معاه راجل بصح، عيط له سقسيه باش يزيد له في الفيزا، شفت كي عرفت؟ قال لي أنت سيد علي، هذا البوليسية قال لي أنت سيد علي، شغل كاين هكذا كاين واحد 8 ولا 10 ولا وين راني هنايا؟ ما كانش يزيد روجي. عرفك ايه، بلاصه صغيره، انت راك في بلاصه صغيره. بلاصة صغيرة مرايا، وراني في مرايا صغيرة نسيت اصلا مرايا. اسمك هو ما كانش تما، فاهم؟ صافي يحفظوه ديجا، كش ما تدير والله حاجه راك عندهم، معناتها يجيبوك تما. هاك عندهم يجيبوك، احنا مش كاين. قال لي كاين 12 كولومبي وثلاثة فينيزويليين وانتايا. هذا وش كاين؟ ما معروفين، هنا غير تعيط له يقول لك يقول كاين اللي تحلب لك باسمه، كاين غير تسقسي يقول لك سي 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 على بالو شكون نتايا، فهمت؟ غير تعطي له الاهل. والله كي تكون